أما في إطار متابعتنا لقضية يوسف خيري المعروف بسمكري البني أدمين اللي طبعاً عالج عدد من النجوم، كان من بينهم محمد أنور اللي حكالنا قبل كده عن تجربته معاه، بس الحمد لله عدت على خير وما تأذاش رغم أنه طبعاً عاش حالة من الرعب الحقيقي. طبعاً النجوم اللي كانوا ضحايا كانوا كثار وصرتوا عارفينهم، ومن بينهم داليا مصطفى اللي خبرتنا عن تجربتها معاه لما قابلناها في الديركست. أنا مش مصدقة، هو ما أذانيش أي حاجة، أنا ما تعبتش، بس لما الفيديو نزل إنه من فترة طويلة أصحابي دكاترة يعني قالوا لي اللي أنت عملتيه ده كارثة، أنا ما كنتش أعرف، بس أنا برضو سألته أول ما دخل علينا اللوكيشن، هو اللي جانا اللوكيشن بالمناسبة، وسألته أنت واخد شهادات يعني؟ قال لي آه أنا واخد دكتوراه من أمريكا. طب فين الشهادة؟ قال لي مش معقول هاجي بيها اللوكيشن وبتاع، فوثقت فيه، لكن أنا للأمانة برضو معرفش، بس ساعتها يعني اتضايقت إن هو ضحك عليا وبس يعني ربنا يهديه. والموضوع ده قدر يتصدر عناوين الصحف ولفت انتباه الإعلام بقوة، وده بسبب الخوف النفسي اللي أصاب النجوم، وخلى داليا تقول إنه لازم النقابة تاخد موقف بخصوص القصة. أنا بقول إن زمايلي مالهمش أي ذنب على فكرة في الموضوع إطلاقا، الراجل ده بيطلع على السوشيال ميديا بقاله أكتر من سنة، ما فيش حد وقفه وقال له انت بتعمل ايه، المفروض النقابه هي بتاعت العلاج الطبيعي هي اللي كانت تبحث ورا ده، مش احنا كفنانين هنمشي وراه نقول له انت بتعمل ايه يعني. واكيد مش ممكن نقابل داليا وما نسالهاش عن مسلسلها الجديد الحرير المخملي اللي انتهى مؤخرا من تصويره. خلصناه الحمد لله، خلصناه لأنه قعدنا كتير، إحنا بنصور يمكن من شهر 2 توقف ورجوع وتوقف ورجوع وهكذا، خلصنا يمكن من 3-4 أيام. والمسلسل لسه لحد دلوقتي ما تحددش موعد عرضه، بس بقى معروف مين هم أبطاله، وهم مصطفى فهمي، هالة فاخر، محمد الصاوي، دنيا عبد العزيز وغيرهم الكتير. أما داليا فهتلعب دور إعلامية اسمها زينة. زينة دي بنت من عائلة المخملي، بنت متطلعة جدا، شخصية قوية قوي، بتبدأ من الثمانينات بتدرس ماجستير وبعد كده بتعدي 15 سنة وبتكون صحفية ومذيعة كبيرة. لما تتفرجوا عليها قولوا لي هي أنا بقلد مين. وداليا قالت لنا حصريا مين هي الإعلامية. لميس الحديدي. حتى لو كنت بلبس يا ربي ألبس إيه، أنا زي لميس لبسها ما شاء الله عليها شيك جدا وفورمل، وأنا ما بعرفش ألبس فورمل قوي، ماليش في الفورمل خالص، فكان في معاناة في اللبس بجد يعني. أما زوجها شريف سلامة فكمان الفترة دي جدوله مزدحم لأنه عنده عمل جديد بعنوان ورق التوت، ولسه فاضل أيام على ما ينتهوا من تصويره. مسلسل أكتر من رائع، أنا بحبه وبحترمه جدا جدا، وبحترم حسام علي والعمل معاه كان ممتع، وكل الكاست وإيجل شركة إيجل، والعمل هتشوفه حاجة محترمة جدا ومختلفة على الدراما المصرية والعربية بشكل عام، لأن احنا بنتكلم في موضوعات داخل الفن وطلبة أكاديمية ووسط فني، أنا مش عندي معاه مشاكل في الدراما يعني لو عاوز أغير اللي بيحصل وكده، فموضوع محترم جدا وهتشوفه فيه حاجة حلوة. وفي المسلسل شريف هيلعب دور مخرج، وهو قال لنا تفاصيل أكتر عنه. أنا ما بعرفش أتكلم عن الشخصية، هو مخرج جاي من بره مش عاجبه الحال في الوسط الفني، بيترأس أكاديمية تمثيل، بيجيب طلاب، بيدخل في حياتهم، عنده منهج جديد عشان يخرج فنانين يرعوا الناتج الفني وكده، بيبقى عندهم حس تاني مختلف، فهو دي اللعبة جوه اللعبة. والعمل المفروض يتعرض خارج الموسم الرمضاني، والشريف سبق وصرح أنه عرض الأعمال خارج موسم رمضان أحياناً بيفيد، رغم أن آخر عمل ظهر فيه شريف هو مسلسل لحم غزال وكان مع غادة عبد الرازق، وتم عرض العمل في رمضان وحقق وقتها نجاح كبير، وكمان نفس النجاح حققه في مسلسل رمضان كريم، وكانت فرصة أننا نسأله إذا هيكون في جزء تاني. هو أحياناً الواحد بيبقى اتشبع، يعني حصل لي عملية تشبع من الجزء الأول، فخلاص أنا تشبعت في الحارة المصرية بالشخصية اللي أنا عملتها، فمش حاسس إن أنا قادر أعملها تاني. أنا يالا مش قايل قبل كده لمعلمة اللي هيهوب الناحية دي هرجعه له متعلق من رجله على ما يفوز.